بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع الدوال المرجعية. اليوم راح نتعرف على الدالة مقلوب إن شاء الله. في هذا الفيديو نخصه للمفاهيم، بعض المفاهيم. هي الدالة المعرفة عن المجموعة، أي من ناقص لا نهاية حتى الصفر، اتحاد من الصفر حتى زائد لا نهاية. لاحظ أن الصفر قيمة غير معرفة، يعني ممنوعة، أو نقدر نكتبه مثلا نكتبه هار نجمة، أي هذا التعريف نقدر نكتبه على الشكل هذا هار نجمة، أو كاين كتابة أخرى ثانية هكذا هار هكذا هكذا صفر، أي كامل مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر. أو كاين ثاني في الكتاب تاع عندنا في الجزائر نكتبوه هكذا، هذه كامل، هذا مجال تعريف نقدر نكتبوه كيما راه. إذا والتي ترفق بكل عدد حقيقي إكس غير معدوم مقلوبه واحد على إكس ما عدا العدد صفر ليس له مقلوب. العدد صفر ليس له مقلوب. إذن ماذا نكتب؟ نكتب f لx، f لx تساوي واحد على x. نكتب f لx تساوي واحد على x. عفوا. إذن يعني ملاحظة، لا نستطيع حساب f لx تساوي واحد على x من أجل x تساوي صفر. لا نستطيع حساب f لx تساوي واحد على x من أجل أن قيمة غير معرفة، من أجل x تساوي الصفر. نشوف بعض الأمثلة. مثال لو قلت لك f، نحسب f لاثنان تساوي ماذا؟ واحد على اثنان، في مكان x حط اثنان ومنه تساوي 0.5. مثلا لو قلت لك احسب f ل 5 على 6 تساوي ماذا؟ 1 على 5 على 6، يعني في مكان x نحط 5 على 6 ومنه تساوي 1 مضروب في المقلوب تاع هذا، يعني هكا 1 مضروب في مقلوب الكسر الثاني 6 على 5 ومنه تساوي 6 على 5 تساوي 1.2. مثلا f لواحد تساوي ماذا؟ تساوي واحد على واحد تساوي واحد. مثلا f لجذر ثلاثة تساوي، أي هذا يساوي واحد على جذر ثلاثة. قوم بعملية تنطيق المقام، أي في جذر ثلاثة على جذر ثلاثة يساوي جذر ثلاثة على ثلاثة، لأن جذر ثلاثة مربع يخرج من تحت الجذر لجذر ثلاثة. مثلا نزيدوا مثال آخر، f على واحد زائد جذر اثنان يساوي واحد على، أي كامل هذا القيمة تنحط في مكان الإكس، على واحد على واحد زائد جذر اثنان ومنه تساوي، أي الواحد مضروب في المقلوب الكسر اللي هو واحد زائد جذر اثنان على واحد تساوي واحد زائد جذر اثنان هكذا. بالنسبة لاتجاه التغير أو بيان سونس دو فارياسيون، سونس
de variation. إذن الدالة المقلوب تكون متناقصة تماما على كل من المجالين، هي متناقصة تناقصة تماما على كل من المجالين هو لا أي صفر حتى زائد لا نهاية، والمجال من ناقص لا نهاية حتى الصفر. متناقصة بالفرنسي سيبيا دي كرواسونت، دي كرواسونت مجالين. Les deux intervalles, les deux intervalles, majeur intervalle, les deux intervalles. صح. نجي الآن برهن كيفاش حتى دالة مقلوب راهي متناقصة على هذا المجالين. إحنا قلنا لك لازم لنا نبرهن البرهان. إذا إذا كان يعني إكس واحد أقل أو يساوي إكس اثنان أكبر تماما من الصفر. لاحظ إكس واحد تقدر تكون أقل أو تساوي من إكس اثنان لكن أكبر تماما من الصفر، لأن لاحظ الصفر قيمة ممنوعة، أنا دائما أكبر تماما. فإن ماذا؟ أي واحد على x اثنان يكون أقل أو يساوي واحد على x واحد ويكون أكبر تماما من صفر. هذا حسب قواعد ترتيب الأعداد. لماذا؟ لو قلنا مثلا، نعطيك مثال، لو قلنا صفر وقلنا مثلا الاثنان أقل أو تساوي الخمسة هكذا، هنا كنا نحتفظ بنفس هذا الترتيب، يعني هكذا وهكذا، واحد النصف أقل أو يساوي واحد على خمسة. هل هذا صحيح؟ لا، أن واحد على خمسة صغير بزاف، يعني حبة تاع الحلويات أو الحلويات تقسمهم على خمس عباد ماشي على زوج. إذن هذا غير صحيح. الكتابة الصحيحة هي هكذا، واحد على خمسة أقل أو يساوي واحد على اثنان. لاحظ يعني تنقلب يعني حسب قلنا قواعد ترتيب الأعداد اللي كنا ذكرناها في الفيديوهات السابقة. إذا هذا ماذا يعني؟ أن أو أي إكس واحد أقل أو يساوي إكس اثنين. إذا f ل x واحد تكون أكبر أو تساوي f ل x اثنان، هذه تكون متناقصة تماما من المجالين للزوج. حتى في الثانية مثلا، إذا كان يعني x واحد أقل أو يساوي إكس اثنان أقل تماما من الصفر، يعني تحت الصفر، هنا ينتمو المجال هذا وينتمو المجال هذا وهذا المجال هذا، صح. فإن واحد على إكس اثنان أقل أو يساوي واحد على إكس واحد أقل تماما من الصفر. راح تنقلب كيف تنقلب، ها؟ إذن هنا كيف نخرجوا في نفس الشيء، هو هذا في كلتا الحالتين نخرجوا في نفس الشيء. إذن دالة متناقصة
الآن نشوف جدول تغيرات أو بيان لو طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون هذا جدول التغيرات مرسموه هكذا. شوفوا معايا كيف ترسم جدول التغيرات. وهكذا الفوق قيم اكس والتحت تغيرات اف لي اكس هكذا. اذا هنا قيم اكس وهنا تغيرات اف لي اكس، اي هنا عندنا ناقص لا نهاية، هنا صفر ولا هنا زائد لا نهاية. الصفر قيمة مملوعة، نديرو له زوج خطوط هكذا، لاحظ ها نديرو هنا خطين صفر، هنا قيمة مملوعة، هنا متناقصة هكذا 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 وهكذا. هنا لما اكس تؤول الى الناقص لا نهاية اف لإكس تكون تؤول الى الصفر، هذه تاع تؤول في النهايات العام الجاي ان شاء الله في السنة الثانية كاين عليها الدرس. وهنا لما اكس تؤول الى الصفر ناقص من جهة الناقص اف لإكس تؤول الى ناقص لا نهاية، وهنا زائد لا نهاية تؤول هنا الصفر. وكل شوفوا هذا في التمثيل البياني. إذا يعني هنايا لاحظ عندما القيمة المطلقة لإكس تكون كبيرة، يعني القيمة المطلقة لإكس تكون كبيرة سواء تؤول إلى ناقص لا نهاية أو زائد لا نهاية، ها فإن واحد القيمة المطلقة تاع واحد على إكس ها التي تساوي واحد على القيمة المطلقة لإكس، القيم تاعها يكونوا صغار جدا جدا ويقتربوا من الصفر. لاحظ كل ما إكس القيمة تاعها راحت من جهة ناقص لا نهاية أو زائد لا نهاية، يعني بالناقص ولا بالزائد احنا فضلنا نقولوا القيمة المطلقة تاعها، لاحظ واحد على إكس القيمة المطلقة تروح من جهة الصفر، تقترب من جهة الصفر. وكل زيد نشوفوا هذا وين في المنحنى. أما لاحظ هاي واش نكتبوا، نقدر نكتبوها أي واحد على إكس تؤول إلى الصفر لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية هكذا. مثال نقول لك واحد على 10,000 واش تساوي؟ تساوي لنا 0.0001 أي تساوي 10 وناقص 4. شو القيمة اللي دات؟ مثلا نقول لك واحد على 20,000 على ناقص 20,000 تساوي ماذا؟ ها واحد على ناقص 20,000 تساوي ناقص 0.00005 أي تساوي ناقص 5 في 10 هو ناقص 5. شوف هذو أمثلة. وهنا كي درنا زوج خطوط هنا يعني هنا الدالة غير معرفة هنا في الصفر، هنا الدالة غير معرفة. الآن نشوف شفاعية الدالة لا باريتي دو لا فونكسيون. عندنا اف لناقص اكس تساوي واحد على ناقص اكس، يعني في مكان اكس ندير ناقص اكس أي تساوي هذا الناقص يطلع تولي ناقص واحد على إكس
ومنه تساوي ناقص f في x، أي وصبنا أن f لناقص x يساوي ناقص f لx، واش نقولو؟ هذا ينتج أن الدالة المقلوب ينتج أن الدالة المقلوب فردية، هلا فردية، هي دالة فردية على كل من المجال أي من صفر حتى زائد لا نهاية، والمجال أو اتحاد اتحاد صفر ناقص لا نهاية. إذن هي دالة فردية. حتى نعطيكم تذكير على الدوال الفردية، كنا أذكرنا هذا الشيء، معلش الذكرى تنفع المؤمنين، عليك الدوال الفردية. إذن أي لتكن F دالة مجموعة تعريفها D، تكون الدالة F فردية إذا وفقط إذا تحقق الشرطان. الشرط الأول D، أي مجال التعريف تكون تناظرية، أو مجموعة التعريف عفوا مجموعة التعريف تكون تناظرية بالنسبة إلى الصفر. الشرط الثاني أنه مهما يكون العنصر X من D، إذا نصيب F لناقص X يساوي ناقص F لX، كما شفنا في الدالة تاعنا، الدالة تاعنا أنها معرفة، أي الدالة F هي دالة مقلوب، هي معرفة على R نجمة بالدستور، بالدستور F لX يساوي واحد على X، إذن هي دالة فردية. لماذا؟ لأن هذا الR نجمة، هذا مجموعة التعريف تناظرية بالنسبة إلى الصفر. كذلك شفنا بلي مهما يكون العنصر X من R نجمة، صبنا بلي F لناقص X يساوي ناقص F لX، على ذلك الدالة مقلوب أو اللي هي معرفة بالدستور F لX يساوي واحد على X هي دالة فردية. ماذا تقول هذه النظرية؟ تقول لتكن F دالة وليكن سي التمثيل البياني لها بالنسبة إلى معلم O إي جي، حتى تكون النقطة O، يعني نقطة أي مبدأ المعلم، تكون مركز تناظر للمنحنى سي، يلزم ويكفي أن تكون الدالة F فردية. يعني الدالة F أو الدالة الفردية عندها مركز تناظر اللي هو مبدأ المعلم. أما الدالة الزوجية اللي كنا شفناها في الدالة المربع عندها محور تناظر اللي هو محور تراتيب. إذن نقولوا أن نقطة O هي مبدأ المعلم، هي مركز تناظر المنحنى C. الآن نقوم بنشوف التمثيل البياني، لا ريبريزونتاسيون جرافيك. أن نعطي بعض القيم لX مثلا 0.001 0.01، أنا نعطي القيم كنت أعمر أنقل الجدول وعمر لتحت، شوف شعر دخلت 0.1 واحد على 3 واحد على 2 واحد 2 3 10 10 أس 2 10 أس 3 وهكذا. إذن هنا شعال صوت نصيب 10 أس 3 هنا 10 أس 2 هنا 10 نصيب 3 نصيب 2 نصيب 1 النصف الثلث 0.1
0.01 0.001 لاحظ كي تقترب بالإكس من الصفر تأخذ قيم صغيرة صغيرة حتى تقترب الصفر. اف لإكس تأخذ قيم كبيرة تبدأ تكبر. كي إكس تدي قيم هكذا وتروح تأخذ قيم كبيرة، اف لإكس بالكبيرة تهبط 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 حتى تروح ناحية الصفر. نفس الشيء بالنسبة لو هادو درنا لهم ناقص كامل ناقص 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 تخرج هنا النتيجة بالناقص. نفس الشيء يعني واش قلنا بجدول التغيرات الأول فوق، كي تقترب إكس مثلا رانا درنا بالموجب يعني هنا رانا في الصفر زائد لانيا. كي إكس تقترب لاحظ للصفر أفل إكس تأخذ قيم كبيرة، هاي تقترب من زائد لا نهاية كما راك تشوف لنا. كي إكس تقترب من زائد لا نهاية اف لي إكس واش تدي؟ تقترب من الصفر، تقترب من الصفر بصح ما توشيهش، يقترب بالمنحنى من الصفر بصح ما يتوشيهش ما يمسوش. نأتي الآن ونرسم المنحنى، انتبه معايا، نعطي جدول يكون بسيط باش نرسم المنحنى في حوالي هنا يجي الصفر واحد، نعطي بعض القيم باش نرسم منحنى. اثنان أربعة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص أربعة. أولا الصفر قيمة ممنوعة نقول هاكا، واحد أعطينا واحد هذه تعطينا 0.5 يعني 1 على 2 هذه تعطينا 0.25 هنا تعطينا ناقص 1 ناقص 0.5 ناقص 0.25 ها هو التمثيل البياني أمامك. يعني الرسم تاع الدالة واحد على إكس هو المنحنى اللي بالأحمر هذا، ها هو نصه هنا وها هو نصفه النصف الآخر له. لاحظ وهاني جبت جدول التغيرات قصيته ها هو وصغرته باش يكفينا الوقت هنا. لاحظ واش كنا قلنا يعني من الجدول، ها من جدول واش نشوف ان كل ما اكس لاحظ لهنا كل ما اكس راح تدات قيم نحو ناقص لا نهاية كل ما اكس، ها كل ما اف لإكس لاحظ انها تقترب اف لإكس لان الاف لإكس في هذا محور التراتب وليس لهنا، لان هنا لاحظ هنا محور فواصل ناقص لا نهاية حتى تفهم مليح زائد لا نهاية هذا تاع زيكس زيكراك هنايا، ها يعني هنا يكراك فتحة يكراك إكس فتحة، هذا ها ناقص لا نهاية تاعو وها زائد لا نهاية باش نتفاهمو. إذا قلنا الأف لإكس تطلع وتهبط هنا أي تلعب هنايا والإكس هنا، يعني كل ما إكس راحت النقص لنهاية لاحظ أن الأف لإكس راهي طالعة تقترب 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 من الصفر. أف لإكس ما نقولوش تروح هكا، لا لا راك تطلع للفوق أو تهبط لتحت. كل ما أف لإكس كل ما إكس راحت إلى زائد لنهاية كل ما أف لإكس راهي تهبط للصفر. صفر صفر شكون هو الصفر؟ مقصود بالصفر لهنا شكون؟ هو هذا هذا لاحظ هذا اللي راهو بلاك ها هو الصفر اللي راهي تهبط ليه اف لي اكس اللي هو محور الاكس اي قريب التوشيه تهبط تشوف تقرب تقرب بالقيم يهبط تقرب ليه صح ما توشيهش ال نو لو توش جامي. ومن بعد كل ما الاكس نمحو هذا قبل لاحظ معايا
هذا في الحقيقة الدرس تاع العام المقبل إن شاء الله، السنة الثانية ثانوي النهايات. كل ما الإكس اقتربت من الصفر، عندنا هنايا في الجهة هذه صفر ناقص، وفي الجهة هذه صفر زائد، يعني منها صفر زائد منها صفر ناقص حتى تفهم. إذن كل ما إكس دات قيم وبدات تقترب نحو الصفر، شكون هو الصفر؟ هو هذا، هذا يعني بدات تقترب القيم تاعها الصفر، أي واش قلت لكم يعني الصفر تاع محور التراتيب هنا. كل ما الإكس بدات تقترب نحو الصفر تاع محور التراتيب، هنا من جهة الناقص صفر ناقص، وهنا من جهة الصفر زائد. لاحظوا الاف لي اكس واش راه يدير من جهة الصفر ناقص، واش راه يدير؟ هاي هابطة لتحت، وين؟ ناقص لا نهاية. هاي هابطة وين؟ ناقص لا نهاية. كل ما اكس من جهة الصفر زائد تقترب تدي قيم قريبة 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 كما شفنا في الجدول، كما شفنا في هذا الجدول هذا. اذا واش يصرى لها؟ واش يصرى لاف لي اكس؟ اف لي اكس تطلع تدي قيم نحو زائد لا نهايه. ها هو في الجدول تغيرات امامك. يعني هنا شويه يعني واحد شويه خرجنا على الموضوع، رحنا للسنه الثانيه ثانوي، لكن لازم نفهمه. علاش؟ اننا لازم علينا نفهموا هذا الشيء. ولاحظ كذلك عندنا نطويوه، شو معايا مليح، عندنا هذا، هذا اللي راه بالاخضر هكذا ينحمق مليح هكذا، هذا واش، هذا واش نهو، هذا هو إيكغيك يساوي إكس، إيكغيك يساوي إكس، ولاحظ إيكغيك يساوي ناقص إكس، شو إيكغيك يساوي ناقص إكس، ولاحظ اللي راهو بالأزرق، ها إيكغيك يساوي ناقص إكس زائد إثنان، هذو مماس، هذو مازال ما درناهمش. ما لحقناش ليهم، لكن اشفي عليهم انه لاحظ انه مماس، وهذا اللي بالازرق كيف كيف مماس. يقولك يساوي اكس ناقص اثنان، لا هنا انهم من اجل معرفة فقط. شوف المنحنى في التمثيل البياني هذا، هذا راه واضح، شوف مليح. عندما اكس تكون تساوي النصف لهنا، اف لي اكس واش تكون تساوي؟ اثنان. هذا لو درت الاسقاط، ها هو الاسقاط نصف، يعني هنا عندنا نصف. كيف كيف لو اكس تساوي ناقص النصف، هنا كون دير الاسقاط، لاحظ هكذا. اذا لو جيت من لاحظ من النقطة هذه ورسمت هكذا خط، منين يجوز؟ لاحظ أنه يجوز هذه النقطة الصورة تاعها هذه اللي هي ناقص اثنان اللي عندها الإحداثيات، هذه النقطة اللي عندها الإحداثيات تاعها الأولى اللي عندها الإحداثيات عفوا 0.5 اثنان، الصورة تاعها بالدوران يعني هنايا كي شغل الأو، هذا الأو كأنه مسمار هنايا، شو مسمار ندور هذا اللي بالأحمر، كي ندوره هكذا ندوره على المسمار هكذا يطيح سوا سوا فوق هذه، يعني هذا النقطة اللي راهي هنا طيح فوق هذه هنايا، متفاهمين صح؟ إذا النقطة هذه إحداثية تاعها شحال هي؟ ناقص 0.5 وناقص اثنان هكذا. كاين ثاني، عندما اكس تساوي الاثنان اي اف لي اكس تاخذ قيمه
ناقص النصف عفوا، هنا واحد، هنا واحد، هنا نصف، هنا نصف. ها اذا لو درنا الاسقاط، ها نديرو الاسقاط هكذا هكذا، يعني هذا النقطة نظيرة تاعها بالدوران، ها الذي مركزه او وسط، وين طيح؟ طيح لهنا، ها هي وين طيح، هنايا هاي، لأن ناقص اثنان لما اكس تأخذ قيمة ناقص اثنان اف الاكس تأخذ قيمة ناقص النصف هكذا. إذا نقدر نرسمه الخط هذاك، ها ها ويفو يجوز من المبدأ أو يمر من المبدأ، ها مر من المبدأ. عندنا كذلك النقطة هذه هنايا، هنايا لاحظ هيا، يعني لما اكس يكون يساوي واحد اف لإكس يساوي واحد، لما اكس يكون يساوي ناقص واحد اف لإكس يكون يساوي ناقص واحد، يعني نظيرة تاعها هذه، تاعها هذه بالدوارة الذي مركزه او. نجو نرسمو الخط هذاك، ها هو يجوز من المبدأ، لاحظ وهكذا. عفوا لاحظ كل نقطة عندها نظيرة تاعها، كل نقطة هذه ها هي وهكذا بالدوران الذي مركزه او. ها هو كما ان المنحنى هذا سي تاع الدالة المقلوب نسميه قطعا زائدا، قطعا زائدا زائدا او الذي مركز تناظره النقطة او، وبيان فرنسي نسميه هيبربول، هيبربول هكذا. حاول الان نحل هذا التمرين، قالوا لنا ادرس الدالة اف لإكس تساوي ناقص 2 على اكس المعرفة على المجال من ناقص لا نهاية للصفر اتحاد من الصفر إلى زائد لا نهاية. لماذا؟ لأن عندنا ناقص 2 على إكس ولا ناقص 3 على إكس ولا مليار على إكس. المشكلة اللي عندي في مجال التعريف هو أنه الإكس موجودة في المقام، يعني ممنوع إكس، يعني لازم الإكس تكون تختلف عن الصفر عندما تكون موجودة في المقام هنا، يعني هنا المقام لازم يكون يختلف عن الصفر. إذا ماذا نبدأ؟ نبدأ بدراسة اتجاه تغير الدالة F، ها دراسة اتجاه تغير الدالة F في المجال، نختار واحد منهم ندي المجال الثاني أي صفر حتى زائد لا نهاية. عندنا x1 و x2 عددان حقيقيان غير معدومان، عددان حقيقيان غير معدومان، حيث دائما تكون x1 أقل من اكس اثنان. اذا بقلب الطرفين، يعني عندما نقلب الطرفين عندنا اكس واحد اقل من اكس من ما يشيء الاسقاط هنا هكذا، اكس واحد اقل من اكس اثنان، يعني عندما نقلب الطرفين ماذا نجد؟ اي بقلب الطرفين نجد ماذا؟ نجد واحد على إكس واحد أكبر من واحد على إكس اثنان. لماذا؟ كما كنا أعطيتكم مثال فيما سابق،
وعطيت لكم مثال. إذا الآن بقينا بالضرب في النقص اثنان، بالضرب في نقص اثنان، لأنه عندنا ناقص اثنان، لأنه هذه الأصل تاعها، هذه ناقص اثنان على إكس هي الأصل تاعها ناقص اثنان في واحد على إكس. لاحظ هاك بيستخدم. الآن نضرب في الناقص الاثنان. إذا قلنا بالضرب في ناقص اثنان ماذا نجد؟ نجد وناقص واحد على إكس واحد أقل من واحد، أي من ناقص، عفوا ناقص اثنان، ناقص اثنان على إكس اثنان. لاحظ انقلبت، هنا انقلبت وعاودت ولات، انقلبت لأنه ناقص. لماذا؟ لأنه الناقص يدخل فيها الناقص يقلب المتباينة. إذا واش عندنا هنا؟ عندنا اف لإكس واحد تكون أقل من اف لإكس اثنان، أي كي تكون هكذا اف لإكس واحد أقل من اف لإكس اثنان. اثنان واش يعني هذا؟ هذا أن يعني أن اف متزايدة، متزايدة على المجال، أي من الصفر حتى زائد لا نهاية. هنا في المجال هذا، في المجال من الصفر حتى زائد لا نهاية. الآن نشوف دراسة اتجاه تغير الدالة F في المجال، عفوا نمحي هذا، في المجال من ناقص لا نهاية حتى للصفر، يعني درسناها في المجال الأول ندرسها في المجال الثاني. إكس واحد وإكس اثنين عددين حقيقيين غير معدومان، غير معدومان، حيث إكس واحد أقل من إكس اثنان بقلب الطرفين. ماذا نجد؟ نجد واحد على إكس واحد أكبر من واحد على إكس اثنان، وبنفس الشيء بالضرب، الضرب في الناقص اثنان نجد ماذا؟ نجد ناقص اثنان على إكس واحد تقلب متباينة، الناقص يقلبها أقل من ناقص اثنان على إكس اثنان. إذن واش استخلص؟ هذه واش هي؟ هذه اف لإكس واحد وهذه اف لإكس اثنان. إذا اف لإكس واحد أقل تماما من اف لإكس اثنان، أي ماذا يعني هذا؟ أي اف متزايدة، متزايدة على المجال اللي هو من ناقص لا نهاية حتى لا صفر. ماذا نستخلص من الدراسة اتجاه التغير في المجال الأول والمجال الثاني؟ إذا F متزايدة، متزايدة على المجال من ناقص لا نهاية صفر اتحاد من الصفر إلى زائد لا نهاية. لاحظ لماذا كي درسنا تغيرات الدالة واحد على إكس صبناها متناقصة في المجال، لكن كي درسنا الآن في المثال هذا ناقص اثنين على إكس، ونفس الشيء ينطبق على الدالة F لإكس يساوي ناقص واحد على إكس، سيبوها متزايدة على المجالين، كلتا المجالين. جدول التغيرات،
جدول التغيرات تغيرات طابلو دو فارياسيون. ها عندو نرسمو جدول التغيرات هكذا، وهكذا. اذا عندنا هنا قيم اكس، هنا تغيرات اف دي اكس، ولا تكتب ناقص 2 على اكس كيف كيف. هنا عندنا من ناقص لا نهايه، عندنا الصفر زائد لا نهايه، هنا نديرو زوج خطوط لانها قيمه غير هنا الداله غير معرفه عند الصفر. واش قلنا؟ قلنا انها متزايده هكذا، متزايدة هكذا، متزايدة متزايدة، وتكتفي هذا العام بهذا الشيء. بالنسبة للتمثيل البياني يعني يكفينا نأخذ جدول صغير يكون هكا باش نديرو عفوا التمثيل البياني، البياني يكفي ناخذ الجدول اللي يكون فيه غير بعض القيم تكفينا هكا هكا. مثلا اكس هكا هكا نحط معي هكا. اذا هنا اكس وهنا قيم اف لاكس، عندما اكس تكون ناقص 2 تعطينا الواحد، عندما x تكون ناقص 1 f لx 2، عندما x تكون 1 ناقص 2، وعندما x تكون 2 ناقص الواحد. ها هو أمامك التمثيل البياني. لاحظ أنه جاء عكس تاع واحد التمثيل البياني تاع f لx تساوي 1 على x. يعني حتى ولو رسمنا f لx تساوي ناقص واحد على اكس يكون مشابه لهذا كما راك تشوفين. هاو لو جينا ورسمنا مثلا هاديك مثلا هنا نقطة المبدا اللي هي او، ها هي نقطة المبدا اللي هو مركز التناظر، هاوليك مركز التناظر او. لو جينا رسمنا هكذا مثلا ها لاحظ يعني بالتقريب انا شوية ها لاحظت باللي تكون النقاط متقاربة، ها تكون متقاربة. مثلا هذه لاحظ هذه شو وين تحتاح لهنا، هاي نقطة التناظر تاعها، ها مثلا هذه تحتاح لهنا، لاحظ انهم يمروا من المبدأ، يعني كل نقطة عندها النظيرة تاعها ها عن طريق دوران الذي مركزه الأو. الآن شوف كيف يمكننا حصر واحد على إكس، يعني في الأمثلة اللي أمامك ماذا يمكن أن نستنتج فيما يخص حصر واحد على إكس في كل من حالتين. الحالة الأولى إكس أقل أو يساوي ناقص نصف، والحالة الثانية إكس أكبر تماما من صفر أقل أو يساوي الاثنان. نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى المجال هو المجال، مادام إكس أقل أو يساوي نقص النصف، إذن المجال هو ناقص لا نهاية حتى وين؟ حتى ناقص النصف، هذا هو المجال. هنا مغلوق، لماذا؟ لأنه أقل أو يساوي. هذا المجال هو محتوى في ها هذا المجال محتوى في ماذا؟ في المجال ناقص لا نهاية حتى للصفر. ونعرف باللي الدالة المقلوب في هذا المجال من ناقص لا نهاية حتى للصفر هي متناقصة، ها عرفوا أي والدالة والدالة مقلوب متناقصة متناقصة
على المجال ناقص لا نهاية حتى للصفر. إذا كان الإكس أقل أو يساوي ناقص النصف، فإن كيفاش تكون واحد على إكس؟ كيفاش راح تكون؟ نشوفوا في التمثيل البياني، وراه ناقص النصف، ها هو ناقص النصف، يعني ها هو ناقص نصف هناي، صح؟ يعني لو جينا ودرنا الإسقاط تاع ناقص النصف هذا، لاحظ ها راح يكون وين؟ في الناقص اثنان، ها عفوا، يعني عندما إكس تساوي ناقص النصف اف لإكس تساوي ناقص اثنان، عفوا. إذن من المجال يقول من ناقص لا نهاية حتى ناقص النصف، يعني ها هو اللي راهو بالأحمر، المجال هو من هوني ورسيته بالأحمر، هذا فقط من هذا تحتاني لهنا حد وخلاص، هنا حتى لهنا، هذا هو المجال. عفوا، يعني شكون اللي قابلو؟ ها شكون اللي قابلو منا في محور التراتب؟ عندما اكس تاخذ قيم من ناقص لا نهايه حتى ناقص النصف، يعني هنايا هاي بان نفهمو مليح، عندما اكس تاخذ قيم من ناقص لا نهايه حتى لهنا حتى ناقص النصف، اف لي اكس وين تكون؟ اف لي اكس تكون هنايا، تاخذ قيم منه. إذا واش نكتبوا اللي هنا واش نقولوا؟ إذا كانت إكس أقل أو يساوي ناقص النصف، فإن واحد على إكس يكون أكبر أو يساوي ناقص الإثنان، يعني لاحظ أنه يأخذ قيم من ناقص إثنان للفوق، هاي لك تتراوح بين ناقص إثنان حتى الصفر، هاي أي نقدر نكتبوها بصيغة أخرى، أن واحد على إكس يكون أكبر أو يساوي ناقص إثنان أقل تماما من الصفر، هاي بالأسود هاي أمامك، أنه هذا هو الصفر، هنا الصفر، هاي يعني أقل تماما، يعني ممنوع تكون تساوي الصفر، تأخذ قيم من ناقص إثنان، يعني ناقص إثنان داخله حتى الوين حتى للصفر، ها هو هذه بالنسبة للحالة الأولى. وماذا تقول؟ يعني واش تقول القاعدة؟ القاعدة تقول إذا كان ب أقل أو يساوي أ أقل تماما من الصفر، فإن واحد على أ يكون أقل أو يساوي واحد على ب أقل تماما من الصفر، هذه قاعدة لازم تحتفظ بها دائما، هاي أمامك. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية إكس محصور بين الصفر والإثنان، يعني هنا عندنا المجال اللي هو بين الصفر، مجال مفتوح الصفر والإثنان، هكذا هذا الحصر هو هذا المجال، يعني هذا المجال هو محتوى في المجال، أي من الصفر إلى زائد لا نهاية، يعني هذا المجال محتوى في هذا، الدالة مقلوب نعرفها، أي والدالة مقلوب كما نعرف أنها متناقصة في كما كنا شفنا في المجال أو على عفوا
من أحسن قولوا على المجال صفر إلى زائد لا نهاية. إذن أو إذا كان، إذا كان يعني إكس أقل يعني في المجال هذا، إذا كان إكس أقل أو يساوي الاثنان فإن واحد على إكس كيفاش يكون؟ كيفاش؟ روحوا نشوفوا في التمثيل البيان، شوفوا في التمثيل البيان، لاحظ معي. يعني قلنا من الصفر إلى الاثنان، يعني هنا يعني إكس تأخذ قيم هنا من الصفر حتى الاثنان، نعم هكذا. يعني هنا المنحنى راح يكون يعني يأخذ إلا القيم هذه اللي بالأحمر، ها هي، ها يحتى زائد لا نهاية إلا هذه منا خاطينا نقل. إذا واش راح يكون بالنسبة للصور؟ الصور تأخذ قيم منا، لو درنا الإسقاط هنا تأخذ قيم منا من النصف، عفوا من النصف منا حتى زائد لا نهاية، هاي اللي مقابلتها. إذا واش نكتبو؟ نكتبو أنه واحد على إكس تأخذ قيم أكبر أو أكبر أو تساوي ماذا؟ النصف، أكبر أو تساوي النصف. لاحظ كيما راه اللي بالأخضر قيم إكس، اللي بالأسود قيم إف لإكس، مجال تاع إف لإكس. إذا واش تقول القاعدة؟ إذا كان بي بي أقل أو يساوي الأ أكبر تماما من الصفر، فإن أي واحد على أ أكبر تماما من الصفر أقل أو يساوي واحد على بي. نكتفي بهذا القدر في الفيديو هذا إن شاء الله، إلى أن ألتقي بكم في الفيديو المقبل بإذن الله، راح يكون على شكل طرائق أو تمارين محلولة دائما في الدالة المقلوب. أعزائي الطلبة أترككم في رعاية الله وحفظه، متمنيا لكم من الله عز وجل كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.